اليوم جابت لكم تحدي كلش حلو. شايفين هاي البازل بيها 64 قطعة، اللي ركبها قبل الثاني بوقت أسرع أي هدية يطلبها مني راح تجيب هي. جاهزين؟ يلا بلال جاهز؟ جاهز. وشغلنا العداد وبلال كان كلش متوتر وما يعرف من وين يبدي. بالأخير قرر ينسحب بعد مرور 6 دقائق. بنسحب خلص. نسحب؟ هسه إجا دور ميلا وبدت تركب القطع بكل هدوء وتركيز. ما شاء الله خلصت كل اللوحة بوقت قياسي جدا، وقدرت تركب 64 قطعة ب4 دقائق بس، والفوز كان أكيد من نصيب ميلا. وراح أفاجئها بهدية كلش تحبها ومنتظرتها من زمان، اللي هي LOL Surprise. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو أكثر لعبة تحبون تلعبوها، ونحبكم هواية. باي.